يا حليل هم مناور، مصدقة هالسوالف قانون الجذب. فكر باللي تبيه وبيصير، فكر تصير مليونير بتصير مليونير، فكر تصير مدير وبتصير مدير. أم مناور صار لها سنين تفكر تصير، وللحين لا صارت ولا استوت. أم مناور ما مليتي من اللي قاعد تقرينه؟ لا والله ما مليت، كلها فايدة ومنفعة. شلون يعني في ديننا؟ نور هلا أم مناور. أدري فيك أنت قاعدة تطن زين علي. أنا؟ لا حشة، بس للحين مو مقتنعة باللي أنت قاعدة تقولينه. ودي أعرف شنو المثير للاهتمام فيه. المثير للاهتمام إن في كل شيء، طموحك، تفكيرك، أهدافك، كل شيء. قلت لك فيه منفعة وفايدة. والله يا أم مناور هالحكي كل كتاب قاعد أسألك عنه قاعد تعيدينه. لا يا نور، هو كل واحد وتخصصه، مثل الدكاترة كل واحد وتخصصه، دكتور متخصص بالقلب، دكتور متخصص بالأعصاب. مو أي شيء أبيه وأفكر فيه بيصير؟ بشكل مختصر إيه. شفت شلون انت قاعد تطني زين علي يا نور؟ شلون يشتغل؟ يشتغل اذا انت حطيتي الهدف براسك وركزتي عليه بيشتغل. قصدك اذا انا ابي مليون دينار لازم اشتغل واركز عشان اجيب المليون دينار؟ ايه. عيل ليش اسمه كتب طاقه وعلم جد؟ هو كله بالاخير سعي بالحياه نفس كل شيء. لا مو لانك انتي مسكره مخك ما تبي تركزين على الشيء، تبين كل شيء سهاله. نعم خير. خلصتي من أم مناور يا يلحد ناشبيني أنا؟ تنسى اليوم بيونكم؟ ولا ليش تذكريني بروحي من دودها؟ أقول لك مشاعل وحدها تأخرت. حبتي مشاعل تموت على التأخير، تحب فكرة الدخول مالتها. شفيتش؟ ش دخوله ويا راسها؟ حبيبتي تحب لما تدش تسوي شو تلفت النظر، يعني أنا مس مشاعليت. واو، يعني الحين هي اللي دشت تلفت النظر؟ إيه، أصلا ما تدرين إن مشاعل التأخر على اجتماعات مهمة عشان فكرة الدخول مالتها. اشتو كاي كاي يت يت يت. صباح الخير يا بنات. صباح النور. أهلين. صباح النور. أدري طولت بس كان وايد زحمة. لا عادي. طلبتوا؟ لا ناطرينك. شو ناطرين؟ يلا يوعانا حقي طلبوا. لو سمحت أقول لك سويتي على العقد؟ أي دار النشر؟ وقعت طبعاً. 2000. كم راح يعطونك؟ واي، إلا تبي تعرفين؟ مشاعل؟ تدرين أنا قاعدة أكتب مذكراتي وقصة حياتي وكفاحي بالحياة. ويه كفاحك،